قد أموت قبل انتهائي أنا من هذا التصوير، وقد تموت أنت قبل انتهائك من المشاهدة. سأخرج كل يوم لمدة 26 يوما، وأقول شيئا ما ارتجاليا في خاطري، وأضع حرفا على الحائط. اليوم أنا أحادث إحدى صديقاتي بكيت. دائما نحب أشخاص ويرحلون، وأحيانا نحن نرحل. سأضع حرفي الأول الآن. أشعر ببعض الغرابة مما أفعل، وأشعر بالبرد. علاقة المطر بالأرض كعلاقة الأم بابنها. كما الأم تذهب، ربما تسافر أو تموت، ولكن إن كانت صديقة مع ابنها سيبقى فيه أثر. عليه أن يكون صديقا مع ابنه لينقله إياه. الصداقة ليست سهرة أو ضحكة أو ابتسامة أو وقت نمضيه معا. الصداقة قيمة. أصدقاء الطفولة والمدارس الابتدائية وأحيانا حتى الروضة. تأتي الظروف نبتعد عنهم. لا أعرف أين صديقي الآن أو ما هو حاله بالتفصيل، ولكن أعرف أنه صديقي. أعرف أن له في قلبي صداقة، في قلبي له قيمة. وضعناها سوية معا، وضعناها سوية ونحن صغار. ألخص كل طفولتي معه عندما أسأله ولو مرة في العام كيف حاله. صادع في التالي. الحب، الزواج، العمل، أمور تنتهي. الأشكال، الجنس، الأجساد، الروائح، الأطعمة والمشاوير، جميع الأمور كلها تنتهي إلا الصداقة. أن تكون في سوريا، أن تكون داخل هذه الحرب العاهرة، حيث تودع الجميع. صديق يموت، صديق يسافر، أو أنت تموت، أو ببساطة أنت تسافر. نحن أبناء الحرب، أبناء الوداعات، وأبناء الجنازات، ولكننا أبناء الصداقات.
أشعر بشيء من الإحباط والملل مما أفعل، ولكن هذا وعد قطعته على نفسي، علي أن أكمله. ما أجمل في الصداقة النفي بوعودنا. بدأت أشعر بالضجر من هذه التجربة، وكأني أضيع وقتي. أحيانا نشعر مع الأصدقاء بهذا الضجر ونمل منهم، وهذا أمر حقيقي وواقع يحدث معي في هذه التجربة كما يحدث خلال صداقة. يبدو أن تجربتي آلت لصداقة، وأنا أردت في الأصل أن أتحدث عن الصداقة. أشعر بأني مهرج أحمق. الكاميرا التي استعرتها لم يعد باستطاعتي استخدامها بعد الآن، فسأعتمد على أن أصور بهاتفي وأسجل جملي في وقت لاحق. هناك من يقول بأننا نسعى إلى صداقاتنا وإلى علاقاتنا مع الآخرين فقط لغاية واحدة، نريد شاهدا على ما نحن عليه الآن. إن كانت فعلا هذه هي الصداقة، فلنكن خير شاهدين. نكون جمهورا، نراقب بعضنا، نصفق لبعضنا. ربما أنا أفعل كل هذا فقط لإواسي نفسي، ربما أنا حزين على فقدان بعض أحبتي، ربما أنا أمهد يوما ما وربما لي بعض الحق. ربما نحن من خلق الحزن. هل سيأتي يوم نسير إلى قبورنا مبتسمين؟ بدت أستشيط بالحديث، ربما لا يعجبك كلامي، وربما تراني شخص أحمق أو كاذب أو مخادع. أنا ببساطة وضعت منبرا ووددت الحديث، وأنت وبكامل قواك العقلية وددت مشاهدتي. لعلي أستطيع أن أراك كما تراني الآن. في البارحة انتبهت أني أتلعثم بلغة العربية، وأني لا أنطق كل الحركات والتشكيلات والجبسات كما يجب، ولكني في تجربة ارتجالية بحتة. اشتقت لكل أصدقائي.
وبكل تفاهة ترى البعض حولوا الصداقة إلى نوع من التجارة. كم سأجني أموالا في صداقتي مع هذا الشخص؟ لست على هاوية انتحار، ولست شخصا قد حزم حقائبه وسافر، أو شخصا يود الموت أو الاختفاء أبدا. القضية بأني الآن أستطيع أن أقول وداعا، ربما سيأتي يوم لن أستطيع فيه أن أقول وداعا. ببساطة تألف أشخاص ويألفونك وتعيش وقتا جميلا رائعا، وثم أحد يبتعد. هل علي أن أنسى وجوده أساسا وأني استمتعت معه؟ لا أعرف أبدا ما هي العبرة أو الغاية من هذا الابتعاد المؤلم. شخصياتنا ما هي؟ هل الشخص يتكون هكذا باجتهاده الشخصي؟ نحن نولد بفراغ، نبني أول صداقة مع الأم، وكأن هذه الصداقة شكل هندسي وليكن هرما أو مكعبا. تمنحك أمك هذا المكعب، وأنت بالمقابل تمنحها ذاته، فهذا هو شكل الصداقة بينهما. ومن ثم تلتقي بالأب، تلتقي بالأخ، تلتقي بالصديق، وتتبادل الأشكال. أعتقد بأن شخصيتي هي هذا الكم الهائل من الأشكال. أن حافظت على هذا الهرم أو المكعب أم لا، هو موجود. سواء احترمته أو احتقرته، هو موجود. تخبره الآن بهذا الجهاز الذي تشاهدني من خلاله، فقط أخبره الآن بأنك اشتقت إليه وبأنك تحبه. أخبره بأن أجسادنا وأرواحنا وعواطفنا، نحن البشر أكبر من أي مسافة. أخبره بأنك إن سافرت أو رحلت لن تموت في داخلي، لن تموت في داخلي وإن مت بالفعل. أخبره، أخبر نفسك بهذا إن كان لا يسمعك، إن كان ميتا لترحمه الأرض. أخبر نفسك بأنه لم يمت بداخلك. لكل أصدقائي ولكل من صافحت يومه، وداعا. وداعا.